تستمر ظاهرة التسول في المغرب في التكاثر حتى باتت سلوكاً ثقافياً بامتياز، بالرغم من أن القانون المغربي يعاقب عليها بالسجن. هنا في الدار البيضاء أصبحت أغلب المدارات أو الرومبوانات تعج بالمتسولين، مثل رومبوان عزبان وشيمي كولور وستوندال، حيث يتوارى التسول هنا خلف تجارة العلكة أو المناديل الورقية أو استغلال الأطفال الرضع لكسب عطف المحسنين. فمتى يختفي التسول؟ ومن المسؤول عن تكاثره؟ وكيف يتصدى الأمن لهذه الظاهرة؟ التسول هي كثرات، أصبحت مهنة كي 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 كيتماشوا منها، وهذا ماشي مبرر، لان كاين ناس اللي محتاجين. دونك المشكل وهو ان الحكومه خصها تخصص واحد المنحه لهاد الناس، هاد الفقراء، وتجمعهم من الشوارع وتعطيهم انذارات، مثلا انذار الاول والثاني والثالث، وتكون في واحد العقوبه مي غتعطيه باش يعيش. عندنا كاين بعض الناس اللي هما دايرينها حرفه وكيصوروا فلوس، كاين اللي مع 9 ديال الصباح كتجيب لك 100 200 درهم غير صرف، صافي دير نهار كامل تقدر تصور 700 800 درهم 1000 درهم. كاين اللي كتستغل واحد الدريه معاقه كتخدم بها، وديك الدريه كتكرفس. يعني حنا عايشين هنا في المدينه كنشوفوا هاد المشاكل، هذا يعني مشكل عويص كيضرك في خاطرك. وكاينين الناس اللي هما محتاجين، كاينين الناس هما محتاجين. دونك هاد الورقه هادي خصها تخدم عليها الحكومه باش تجمعهم، حتى في النظره، حتى في السياحه، كيضروا بالصوره ديال البلاد. ظاهره التسول اصبحت عندنا في المغرب، سبحان الله، نراها في كل صباح ونراها في كل مساء، نراها في جميع الفيروجات، نراها في جميع المحطات، حتى في المساجد، في ابواب المساجد، في كثير من الاشياء. النبي صلى الله عليه وسلم امر ان نكون جميلين وان نكون كذا وان نكون كذا، لا ان نتسول وان نسال الاخر، وان فالذي يريد ان يسال ان يسال الله. اذا سالت فاسال الله، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء ما نفعوك بشيء، وان اجتمعوا على ان يضرك بشيء ما يضرك بشيء، الا ما قد كتبه الله عليك. قال: رفعت الاقلام وجفت الصحف. الرساله ديالي انا كشاب ان يتقوا الله في انفسهم، ان يتقوا الله في انفسهم، وان يتقوا الله في ابنائهم. فالمغاربه يجب ان يكونوا احرار، وان يتقوا الله في انفسهم، وان يشتغلوا وان يعملوا حتى يصلوا الى ما يصلوا اليه ان شاء الله.